كما أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمضامين كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عبر من خلالها عن تطلعات ورؤى مملكة البحرين تجاه التحديات التي يشهدها العالم مؤكدا دعم المجلس ومساندته لما اكده جلالته حفظه الله من حرص على ترسيخ مبادئ التعايش والسلام في المنطقه والعالم ومن بينها المبادره الشجاعه التي اطلقها جلالته في هذا المجال باعلان السلام مع دوله اسرائيل وتاكيد على مبدا الحل العادل والشامل وفقا للشرعيه الدوليه ومبادره السلام العربيه ولفت معالي رئيس مجلس الشورى الى ان شعب مملكه البحرين يقف صفا واحدا خلف جلاله العاهل المفدى حفظه الله ورعاه لمواجهه مختلف التحديات مبينا تاييد مجلس الشورى لموقف المملكه المنفتح على التكامل والجهود الدوليه للتصدي لجائحه كورونا وتعزيز التعاون الدولي في هذا الجانب. مثمنا معاليه في ذات السياق النهج الانساني لجلاله العاهل المفدى يده الله بتقديم الرعايه الصحيه للمواطنين والمقيمين لتجاوز هذا التحدي الذي يواجهه العالم